السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشمهندسين، بإذن الله هنستكمل مع بعضنا الجزء الأخير من شيت السنكرونس جنريتور. قبل ما نكمل شيت السنكرونس جنريتور هنحب نتكلم عن كام ملحوظة كده اتكلمنا عنهم في الأول، لأن يعني الشابتر ده اتقسم في البداية خالص. اتكلمنا عن السنكرونس جنريتور بيتكون من ايه، وبعد كده جينا متكلمين على نظرية عمله، وبعد كده جينا متكلمين على سرعته وازاي ان سرعته ثابتة بتفيدني كتير جدا في المحطات، وان ثبات سرعته يعني ثبات الفريكوانسي. الحاجة اللي بعد كده اتكلمنا على البارل اوبريشن، بعد كده جينا مكملين وقلنا ان انا عندي ايكوفالنت سيركت ورسمناها، بعد كده طلعنا بالمعادلة الرئيسية بتاعتي اللي هي الاي ايه على زاوية دلتا بتساوي الفي تيرمينال فيز على الصفر على زاوية صفر زائد الاي ايه فيز في الزد بتاع السنكرونس اللي هي بتتكون من الار زائد الجي اكس اس. دي النقطة الأولانية. وجينا قايلين يا باشمهندسين ان انا عندي المعادلة دي كده بيجي منها مسائل، المسائل بتاعتي هي بتكون عبارة عن الطريقة الأولانية اللي هو يكون عطيه الفي تيرمينال، يقول لي التيرمينال فولتج بتاعي عطيه ويجي يقول لي هات الانديوزد تيرمينال فولتج او الانديوزد جنريتد اي ام اف او الجنريتد اي ام اف او الانديوزد اي ام اف، كلهم دول معناهم اللي هي الاي. تمام، فتاخد بالك من النقطة دي. يبقى أول حاجة النوعين من المسائل، يا إما يكون عاطيني الفي تيرمينال وعاوز يجيب الاي، او يكون عاطيني الاي وعاوز يجيب الفي تيرمينال. لما يجي يديني الاي بيقول لي النو لود تيرمينال فولتج اللي هي معناها الاي. بس قبل ما اسويها بالاي ابص لو التوصيله بتاعتي ستار، يبقى اللي عطاهاني دي اللي عطاهاني في المساله دي لاين، فالتوصيله بتاعتي ستار يبقى اقسم على جذر 3، لو التوصيله بتاعتي دلتا بسويها ببعضيها. يبقى انا نقول في الحاله الثانيه لما يقول النو لود تيرمينال فولتج معناها اعطيه الفي تيرمينال بس اعطاهاني لاين، فلو التوصيله ستار اقسم على جذر 3 اقول انها بتساوي الاي دلتا، يبقى الاثنين بيساوي بعضهم، لان في الفي تيرمينال الفي تيرمينال نو الفي تيرمينال نو لود لاين بيساوي الفي تيرمينال نو لود فيس في حاله الدلتا بيساوي الاي. بعد كده قلنا ان انا لو احتجت اجيب في المساله بعض الاشياء المهمه او بعض الحاجات زي الفولتج ريجوليشن، قلت ان هو بيساوي الفي نو لود ناقص الفي فول لود على الفي فول لود بضربه في 100، يبقى اجيب النسبه مئويه. قلت ان الفي تيرمينال او قلت ان الفي نو لود هي عباره عن الاي ناقص الفي تيرمينال، طبعا الاي دي حاجه فيز، يبقى الفي تيرمينال بتاعتي فيز على الفي تيرمينال فيز. تمام، لو انت حبيت تجيبها، لا انا هجيبها لاينات، يبقى انا الاي اضربها في جذر 3 ناقص الفي تيرمينال بتاعتي تكون لاين على الفي تيرمينال بتاعتي تكون لاين، ده في حالة الستار. تمام، مفيش ادنى مشكلة في كده. الحاجة اللي بعد كده جينا نتكلم عن الباور، وقلنا ان انا عندي الموتور الجينتر بتاعي داخله له باور ميكانيكية بتساوي التورك بتاعي بتاع الشافت في الاوميجا اس. بعد كده قلت بيطلع منه باور دي باور روتيشنال، بعد كده بوصل للباور بتاعت الديفلوبد اللي هي بتساوي 3 الاي في الاي في قوسين الزاويه بينهم، بعد كده قلت البي بتاع الكبر بيساوي 3 التيار تربيح في المقاومه، بعد كده قلت ان انا بيطلع لي باور اوتبوت، الباور اوتبوت بتاعتي دي هي عباره عن 3 الفي تيرمينال فيز في الاي فيز في الباور فاكتور. قلت ان الكفاءه بتاعتي بتساوي الباور اللي هي خارجه الباور الاوتبوت على الباور الانبوت. تمام، وجبنا قدرنا نجيب الكفاءه. بعد كده قلنا والله خلاص احنا خلصنا انواع دي من المسائل، دخلنا على مسائل مهمه جدا اللي هي مسائل البارل اوبريشن، وقلنا ان في البارل اوبريشن بتاعتي دي ببساطه خلص انا بوصل اتنين جنريتور او بوصل مجموعه من الجنريتورز ليهم اربع شروط. الشرط الاولاني يكون نفس الجهد نفس الفريكوانسي نفس الفيز شيف نفس الفيز سيكونس، فلازم يكونوا الاربعه. فجينا هنا في المسائل احنا بنتكلم عن ازاي نولف الفريكوانسي، فقلنا ان ببساطه خالص ان انا عندي اي جنريتور بتاعي الباور المتولده بتاعته اللي هي الباور جنريتد، قلنا ان اي موتور الباور جنريتر الباور اللي طالع من اي موتور بتساوي الفريكوانسي في حاله النلود، وده الفريكوانسي اللي الجفرنر بيبدا عنده من غير ما يكون في حمل، ناقص الفريكوانسي في حاله الفول لود مضروب في حاجة اسمها الاس بي اللي هو الاسلوب بتاع الكيرف بتاعي، لأن معروف إن كل ما حمل كل ما الفريكوانسي بتاعي يقل. وادي شكل الكيرف يا باشمهندسين، هو علاقة بين الفريكوانسي بين الباور. فخرجت بملحوظة مهمة جدا إن أنا عايز أحسب أي باور هي عبارة عن الفريكوانسي النو لود ناقص الفريكوانسي الفول لود. تمام، بس مضروب في الاسلوب بتاعي بتاع الكيرف. واتفقت قلت إن أنا عندي الفريكوانسي بالهرتز وإن الباور بتاعتي بتكون بالميجا وات، يبقى الاسلوب بتاع الكيرف ميجا وات لكل هرتز، او الباور بتاعتي بالوات بس يبقى الكيرف بتاعي بالوات لكل هرتز.
او السلوب بتاع الكيرف بتاع الوات لكل هرتز. لو الباور بتاعتي بالميجا وات يبقى السلوب بميجا وات لكل هرتز. وجيت قلت خلاص انا عرفت دلوقتي انا لو عايز اجيب الباور اللي بيطلعها اي جنريتور يبقى الفريكوانسي النو لود ناقص الفريكوانسي الفول لود مضروب في السلوب بتاعي بتاع الكيرف. خلاص وجيت طلعت لنا ثلاث انواع من المسائل. النوع الاولاني ان انا لما اجي اوصل جنريتور مع الحمل، النوع الاولاني اللي هو موجود فوق ده ان انا هوصل جنريتور مع الحمل، حمل محطوط على الجنريتور. خلاص مسألة سهلة مفيهاش أي مشكلة، أنا عارف الباور بتاع الحمل اللي هو عايزها والمسألة خلاص يعتبر خلصانة. كل اللي أنا عايزه إن أنا عندي أربعة بارامتر، الباور بتاعتي بتاع الجنريتور أو الباور بتاع الحمل والفريكوانسي النو لود والفريكوانسي الفول لود والإس بتاعي بتاع الكيرف، تمام. فهو بيديني عبارة عن ثلاث حاجات ويطلب الحاجة اللي هي بيديني ثلاث حاجات وتبقى حاجة تانية مش موجودة. لازم اخد بالي من حاجه ان الاسلوب بتاع الكيرف والفريكوانسي النولود ما بغيرش فيهم، كل لعب هيكون مع الفريكوانسي بتاع السيستم. كل ما اغير الفريكوانسي، لو انا خدت بالي اهو ان انا الباور بتاعتي بتساوي الاسلوب في الفريكوانسي النولود ناقص الفريكوانسي الفول لود او الفريكوانسي بتاع السيستم، كل الحاجه بس اللي انت تاخد بالك منها فريكوانسي الفول لود انا ما بغيرش فيها لما يقول، فانا اعتبره الفريكوانسي النولود بعتبره ان انا ما بغيرش فيه، والاس بتاع الكيرف او الاسلوب بتاع الكيرف ما بغيرش فيها، يتبقى لي الباور ويتبقى لي الفريكوانسي. كل ما غير الفريكوانسي بتاع السيستم في الحدود المسموح ليها كل ما الباور بتاعتي تتغير. خد ملحوظه بسيطه جدا ان الفريكوانسي بيتناسب عكسي مع الباور، كل ما الفريكوانسي يزيد كل ما الباور تقل، كل ما الفريكوانسي يقل السرعه بتقل، التيار بيزيد فالحمل بتاعي او الباور بتاعتي بتزيد. فخلاصه الكلام اللي ناخده من النقطه دي ان الباور بتاعتي بتساوي الفريكوانسي نو لود ناقص الفول لود، او نقول الفريكوانسي يعني نخلي القانون جنرال نقول ان الفريكوانسي الباور بتاعتي بتاع الجنريتور بتساوي الفريكوانسي نو لود ناقص الفريكوانسي بتاع الفول لود او الفريكوانسي بتاع السيستم مضروب في السلوب بتاع الكيرف. بعد كده جينا وصلنا جنريتور مع الشبكه، قلنا كلام جميل بس الشبكه ميزه من ميزاتها او الميزه الاساسيه فيها ان الفريكوانسي بتاعها ثابت. فاصبح دلوقتي يا باشمهندسين ان انا دلوقتي هجيب الباور بتاعتي او الباور بتاع الحمل هي عباره عن الباور بتاعتي بتاع الحمل اللي هي رايحه من الجيتو للشبكه هي عباره عن فريكوانسي نو لود ناقص الفريكوانسي الفول لود في الاسلوب بتاع الكيرف. غصب عني او حاجه مفروضه عليا الفريكوانسي بتاع الفول لود هو 50 هرتز، فريكوانسي الشبكه ثابت، وبالتالي بتطلع لي الباور اللي موجود عندي دي. لو انا عايز اغير ببدا اغير في الفريكوانسي النو لود بس، لكن الفول لود غصب عني لازم يكون 50 لان دي الشبكه. بعد كده كده موصلين اتنين جنريتور، الجنريتور الاولاني والجنريتور الثاني، ده ليه معادله وده ليه معادله. معادله الاولاني ان الفريكوانسي نو لود ناقص الفريكوانسي الفول لود في السلوب، والثاني للباور بتاعته عباره عن الفريكوانسي نو لود ناقص الفريكوانسي الفول لود في السلوب. فلما باجي اوصلهم مع بعضهم كل واحد ليه فريكوانسي نو لود مختلف وكل واحد فيه ليه سلوب مختلف، تمام، او ممكن يكونوا زي بعض ما تفرقش معايا، بس انا اقصد كل واحد ليه فريكوانسي نو لود خاص بيه وكل واحد ليه سلوب خاص بيه، وبالتالي الحاجه الوحيده اللي لازم تكون زي بعضها هي الفريكوانسي بتاع السيستم، او الحاجه اللي انا لازم اخليها زي بعضها اللي هي الفريكوانسي بنفس بتاع السيستم، لان لازم يضرب بنفس لانه يضرب بنفس السرعه، تمام. وبالتالي لما اوصل اتنين جيتور مع بعضهم انا الاس بتاع الجينيتور الاولاني والباور والفريكوانسي النولود والاس بتاع الجينيتور الثاني والفريكوانسي النولود انا ما ببصش ليهم، كل هدفي ان انا اطلع فريكوانسي بتاع سيستم واحد يكون متساوي مع الاثنين، تمام. وهنبدأ بقى نكمل المسائل بتاعتنا، وطبعا شرحنا شوية مسائل لكن هنبدأ نكمل المسائل بتاعتنا المهمة جدا. في مسألتين 7 و12 مهمين وبيجوا في الامتحان، يعني اغلبهم احنا طبعا ما بننجمش، بس لو يعني بإذن الله هما مسائل مهمين وايه وحتى ناس كتيرة يعني بتسأل فيهم، بس ببساطة خلينا نركز مع بعض. ادي المسألة رقم 7، بس قبل ما نتكلم عن المسألة رقم 7 نقراها من الشيت. الشيت بيقول ايه ببساطة خالص؟ الشيت بتاعي بيقول ان انا عندي تو ايدنتيكال 4000 كيلو فولت امبير، تمام. انا عندي اتنين مولدين عبارة عن 4000 كيلو فولت امبير. خد بالك ان 4000 كيلو فولت امبير يعني معناها 4 ميجا فولت امبير. الاتنين بيشتغلوا مع بعض توازي، كلام جميل. طالما بيشتغلوا مع بعض توازي يبقى لازم في فريكوانسي واحدة هيربطهم. الاولاني بتاعي بيتحمل من الاولاني في الجينيتور الاولاني والالتريتور الاولاني بيتحمل، وبالتالي فريكوانسه بيقل من 50 الى 48 هرتز. خد بالك بقى، شوف هو هنا كاتب فروم 50 تو 48 فروم نولود تو فول لود،
يبقى الخمسين دي هي عبارة عن الفريكوانسي بتاعي في حالة انه لود، والتمانية واربعين هي عبارة عن الفريكوانسي ان انا لو حملت الجينيتور بتاعي فول لود. يعني انا اديله 48، هو انا لو شغلته عند 48 هرتز يديني الفول لود بتاعتي. طب الفول لود بتاعتي بكام؟ هي اللي هي عبارة عن ال 4000 كيلو فولت امبير. خد ملحوظة بدائية في الاول كده، انت تيجي تحل المسألة دي كده، هي المسألة دي فيها تعديل بسيط، او لو مش تعديل انت بافرضها في الامتحان، ان ال 4000 دي انا ال 4000 بتاعتي كيلو فولت امبير، هي مش 4000 كيلو فولت امبير، لا هي 4000 كيلو وات. دي الباور اللي طالعه من الجنريتور، دي الباور اللي طالعه الاكتيف باور، دي مش الكومبلكس باور، دي اكتيف باور، يعني تو ايدنتيكال 4000 كيلو وات. 4000 كيلو وات هتعملها ليه تيونت باور فاكتور، او تخليها انت بالوات، يعني تقريبا الدكتور كاتبها في الشيت الجديد كيلو وات. طب ما عدلهاش، احنا حلينها ان على اساس ان هو يونت باور فاكتور، وهي فعلا هتكون يونت باور، هي يونت باور فاكتور، تمام. فانا دلوقتي يبقى انا عبارة دلوقتي عندي اتنين جنريتورز، الاتنين جنريتورز دول بيطلعوا لي 4000 كيلو وات. بيقول لي الاولاني لما جيت احمله من 50، يعني كل واحد فيهم بيطلع 4000، او كل واحد فيهم بيطلع 4 ميجا، فلما جيت احمله من 50 هرتز 48، يعني من النولود للفول لود، يعني لو حملته ب 50 يبقى ما يدينيش حاجة خالص. لو الفريكوانسي بتاعي بتاع السيستم 50 ما يدينيش حاجة، ولو الفريكوانسي بتاعي 48، اقول تاني يا باشمهندسين، لو انا عندي الفريكوانسي بتاع النولود تو فريكوانسي، هو بيقول لي الفريكوانسي فروم نولود تو فول لود، يعني انا لو مسكت فريكوانسي السيستم وحملته ب 50 ما يدينيش حاجة، لو مسكت ال 48 وحملته بيها يديني الاربعة ميجا. طيب الجينيتور التاني برضو نفس الكلام، هيتغير من 50 لـ 47 نفس التغيير، يعني من الفريكوانسي يقصد من النولود للفول لود، مش نفس القيمة، تمام. يعني لما انا اغيره بيقول لي نفس التغيير او التغيير المشابه، لو غيرته من النولود عند 50 هرتز لـ 47 عند الفول لود. بيقول لي how much the two machines share a load 6000 كيلو وات. بيقول لي انت شايف الجنريتور الاولاني والجنريتور الثاني، احنا هنوصلهم مع حمل، ده هي الباور بتاع اللي طالع من الجنريتور الاولاني كام، والباور اللي طالع من الجنريتور الثاني كام، عشان تغذي لي 6 ميجا وات. ففكره المساله كلها ببساطه ان اعطيني الجنريتور رقم 1 والجنريتور رقم 2، والجنريتور ده عاطيني الباور بتاعته 4 ميجا والتاني 4 ميجا. الجنريتور الاولاني بيقول ان هو بينزل من 50 ل 48، والتاني من 50 ل 47، بيقول لي انا عندي حمل 6 ميجا، كل واحد فيهم هيغذي بكام؟ دي اول سؤال، اول مطلوب. تاني مطلوب بيقول لي انا عايزك تجيب لي الماكسيمم يونيتي باور فاكتور لود. كلمه الماكسيمم دي اقصى، يونيتي باور فاكتور لود يعني معناها، يونيتي باور فاكتور لود يعني معناها الباور، حوشها كده وحط بدلها كلمه باور اللي هي الاكتيف باور، اللي هوتش ان التو ماشين يقدروا يدوه اكبر حمل ممكن التو ماشين يدوهولي من غير ما اعمل زيادة على اي ماشين فيهم، تمام. المطلوب رقم 1، المطلوب رقم 2. فاحنا ببساطة خالص هنيجي على المطلوب رقم 1، هنيجي عند المطلوب رقم 1 ونقول ان الجينيتورز بتاعتي يونيتي باور فاكتور، فالباور بتاع الجينيريتور اللي هي 4000 كيلو وات، لما اقسمها على 1000 تبقى 4 ميجا وات. واقول ان الباور بتاع الجينيتور الاولاني اللي هتطلع لي في حاله الريتد هي عباره عن السلوب بتاع الجينيتور الاولاني افتح قوس الفريكوانسي انه لود بتاع الجينيتور الاولاني ناقص الفريكوانسي الفول لود بتاع الجينيتور الاولاني، وبالتالي الباور بتاع الجينيتور الاولاني الريتد ب 4. طيب والاس ما اعرفهاش لان هي مجهوله، فكل ما في الامر ابص في المساله، ابص على الجينيتور الاولاني وابص على الجينيتور الثاني، الاقي ان لود موجود والفول لود موجود والباور ريتد موجوده، طب فين الاس؟ مفيش الاس. طب خلاص، ما هو اعطيك المعلومات عنه، تقدر تجيب، اعطيك 3 معلومات وعايز الاس. نقطه تاني بس عشان الناس ما تغلطش، انا كل اللي هعمله هقول ان الباور بتاع الحمل، هو المساله فيهاش صعوبه، هقول ان الباور بتاع الحمل بتساوي الباور بتاع الجينيتور الاولاني والباور بتاع الجينيتور الثاني، هبص على المعلومات اللي عندي الاقي الاس مش موجود. طب اجيب الاس ازاي؟ اجي طالع فوق على المساله واقول هو كل الجينيتور عاطيني ليه معلومات، ايه معلوماته؟ عاطيني اول حاجه الفول فريكوانسي النو لود، عاطيني الفريكوانسي الفول لود، وعاطيني الباور اللي هتحصل عند الفول لود، وبالتالي او عاطيني الفريكوانسي اللي هيحصل عند الفول لود والفريكوانسي في حاله النو لود،
واعطيني الباور اللي بتطلع منه في حاله الفول لود، خلاص يبقى انا اقدر اجيب الاس. اقول ان الباور بتاع الجنريتور الاولاني بتساوي الاس واحد فريكوانسي النو لود واحد ناقص الفريكوانسي الفول لود. طيب الاس معرفهاش، الفريكوانسي النو لود 50 ناقص 48، طب الباور بتاعتي بكام؟ الفول لود ب 4 ميجا. تمام، يبقى اصبح دلوقتي عندي 50 ناقص 48 2، 4 على 2 يبقى 2 ميجا وات لكل هرتز. يبقى السلوب بتاع صاحبنا ده 2 ميجا وات لكل هرتز، والفرق بين الاثنين فريكوانسي 2، 2 في 2 4، يبقى عاطيني فعلا 4 ميجا. طيب عاوز اجيب بالمثل، بالمثل هجيب الباور بتاع الجنريتور الثاني، وهي عباره عن الباور بتاع الجنريتور رقم 2 عباره عن الاس 2 الفريكوانسي النو لود ناقص الفريكوانسي الفول لود. تمام، يبقى الفريكوانسي النو لود بتاع الجنريتور الثاني 50، الفريكوانسي الفول لود بتاع الجنريتور الثاني 47. تمام، يبقى 50 ناقص 47 3، الباور الجنريتد ب 4، يبقى الاس 2 بتاعتي هي عباره عن 4 على 3. تمام، وفعلا لو انا ضربت 4 على 3 في الفرق بين الفريكوانسي تطير 3 مع 3، يبقى فعلا الاس الباور بتاعتي بكام؟ ب 4 ميجا. خلاص المساله كده خلصت، دي كانت الدروب اللي في المساله. ليه؟ لان يعتبر كده ما فيهاش اي حاجه، انا معايا الفريكوانسي النو لود بتاع كل جنريتور، ومعايا الاس بتاع كل جنريتور، اصبح ومعايا الحمل اللي انا محتاجه، اصبح الفريكوانسي بتاع السيستم هجيبه. خلصت المساله، وبالتالي اكمل بقى مسالتي يا باشمهندسين. اقول ان الباور بتاع الحمل بتاعي بيساوي الباور بتاع الجنريتور الاولاني زائد الباور بتاع الجنريتور الثاني، وبالتالي اقول ان الباور بتاع الحمل اللي عايز اشاركه 6 ميجا. طيب بالنسبه للجنريتور الاولاني فريكوانسي اس 1، قصدي السلوب بتاعي اس 1، والفريكوانسي النرود بتاع الجنريتور رقم 1 ناقص، لازم عشان هربطهم مع بعض يبقى لازم الاثنين يكونوا نفس الفريكوانسي، يبقى الفريكوانسي بتاع السيستم زائد الاس 2 الباور بتاع الجنريتور رقم 2 هي عباره عن الاس 2 افتح قوس الفريكوانسي النرود 2 ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم. الفريكوانسي بتاع السيستم دي هي نفسها الفريكوانسي بتاع السيستم ده، لان هما الاثنين هيتربطوا مع بعض، وبالتالي ابدا اعوض، ادي 6 ميجا الاس 1 ب 2، الفريكوانسي النلود ب 50 ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم، زائد الاس 2 بتاعتي ب 4 على 3، الفريكوانسي النلود ب 50 ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم. وبالتالي يا باشمهندسين احل المساله المعادله بتاعتي، يطلع ان الفريكوانسي بتاع السيستم بتاعي ب 48.2 هرتز. تمام، مفيش ادنى مشكله. يبقى انا دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا ما كانش عندي، ان انا هو عطيني معلومات، عطيني فريكوانسي النلود والفريكوانسي الفول لود، وعطيني الباور اللي بيطلعها كل جنريتور. طب الاس موجوده؟ لا مش موجوده، خلاص عوضت في المعادله الاساسيه، الباور جنريتور بيساوي الاس فريكوانسي نو لود ناقص الفريكوانسي الفول لود، وقدرت اجيب قيمه الاس. بس كل ما في الامر، جبت اس 1 واس 2، جبت الباور بتاع الجنريتور، جبت الاس 1 والاس 2. ابدا بقى ابص لمسالتي، قال لي والله هما الاثنين جنريتور دول متوصلين مع حمل، خلاص اشوف البار بتاع الحمل بكام، وعندي السلوب بتاع كل ميل اس 1 واس 2، وعندي الفريكوانسي النلود 1 والفريكوانسي النلود 2، وانا محتاج الاس اللي السيستم هيشتغل عليه، الاف اللي الفريكوانسي سيستم الفريكوانسي بتاع السيستم اللي هيشتغل عليه، قدرت اجيبها 48.2. اجي بقى معوض، اقول الباور بتاع الجنريتور رقم 1 عباره عن فريكوانسي النلود 1 ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم مضروب في الاس 1، يبقى 2 افتح قوس 50 ناقص 48.2 يطلع لي ب 3.6 ميجا. طبعا انا لو مسكت هنا قلت طب الحمل بتاعي بكام؟ ب 6 ناقص 3 ناقص 3.6، تمام، لازم يطلع لي ب 2.4. دي طريقه للحل. يبقى انا عايز اجيب البار بتاع الجنريتور الثاني، ممكن اقول يا باشمهندسين ان هو عباره عن 6 ناقص 3.6 يبقى 2.4 ميجا وات. او الحل الثاني اقول ان البار بتاع الجنريتور رقم 2 هي بتساوي الاس 2 الفريكوانسي النلود ناقص الفريكوانسي الفول لود، ناقص قصدي معذره الفريكوانسي بتاع السيستم. تمام، يبقى انا عايز اجيب البار بتاع الجنريتور رقم 2 هي عباره عن الاس 2 افتح قوس الفريكوانسي النلود 2 ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم، يبقى 4 على 3 افتح قوس 50 هرتز ناقص 48.2 بتساوي 2.4 ميجا وات. نفس الحل، في مشكله؟ يبقى هو ده المطلوب الاول. كل ما في المطلوب الاول نفس الكلام، ان هو عاوز يجيب الباور بتاع، نفس الكلام، قال لك انا عندي حمل 6 ميجا عايز اشوف اغذيه ازاي، قلنا له خلاص انت تغذيه من 2 جنريتور، يبقى محتاج الاس 1 لكل جنريتور ومحتاج الفريكوانسي النلود،
والفريكوانسي بتاع السيستم مجهول، هنقدر نجيبه. قال طب الاس 1 مش موجوده، ارجع لمعلومات كل جنريتور الاقي ان الجنريتور الاولاني بتاعي اقدر اجيب منه اس 1 والتاني اجيب منه اس 2. تمام. المطلوب التاني يا باشمهندسين بيقول لي انا عايزك تجيب لي ماكسيمم باور لود، يعني هو عاوز يجيب اكبر باور ممكن يحصل عليها من الاثنين. تمام، تعالى نتفق مع بعضنا على حاجه. اكبر باور هستطيع ان انا احصل عليها هي عند الفريكوانسي اكبر باور. خد بالك من حاجه، ان الفريكوانسي اكبر دلوقتي بيقول لي هات اقصى باور ممكن تحصل عليها من الاثنين مع بعض. تمام، من غير ما تعمل تحميل على اي واحد فيهم. طيب سيبك من الكلمه دي وخلينا نفهم مع بعضنا كلمه. انا عندي الباور الجينيتور الاولاني بتاعي من 50 هرتز ل 48، والجينيتور الثاني من 50 هرتز ل 47. اقصى باور احصل عليها من الجينيتور الاولاني كام؟ هي 8. لا، اقصى باور احنا نتفق مع بعضنا بس اتفاق بسيط، ايه هو؟ ان انا عندي دلوقتي يا باشمهندسين ان الباور بتاع الجنريتور في المطلوب ده، بس انا عايز اوصل لك نقطه بسيطه. هو بيقول لي اقصى باور تحصل عليها من الاثنين مع بعض. تمام، لما تكون موصل الاثنين مع بعض. انا هفهمك حاجه، ده بيدينا 4 ميجا وات وده بيدينا 4 ميجا وات. تمام، ده بيدي 4 وده بيدي 4. ممكن واحد يقول لك اقصى باور 8، لا غلط، ده بيديها 4 لوحدي وده بيديها 4 لوحدي. لما يتوصلوا هيشتغل عند فريكوانسي واحد، فالفريكوانسي الواحد ده هيغير القيم. نقول الحته دي تاني، اول نقطه دلوقتي هو بيقول لي اكبر باور ممكن تديها. هقول لك والله انا هقول لك اول كلمه، اول كلمه بتقول ايه؟ بتقول ان ده ان الجينيتور الاولاني بيدي 4 ميجا عند فريكوانسي 48، والتاني بيدي 4 ميجا عند فريكوانسي 47. دي اول نقطه. تاني نقطه ان الباور بتاع الجينيتور بيساوي الاس الفريكوانسي نود ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم، وبالتالي كل ما الفريكوانسي بتاع السيستم يقل كل ما الباور بتاع الجنريتور تزيد، لان انا عند قيمه الريتد بدي باور ريتد، اقلل الفريكوانسي وبالتالي اقلل السرعه وبالتالي ازود الباور. اتفقنا على دي؟ اتفقنا عليها. وبالتالي ببساطه خالص يبقى كل ما اقلل الفريكوانسي كل ما الباور بتاع الجنريتور ايه؟ تزيد. ادي دي اول ملحوظه خد بالي منها. تاني ملحوظة، اتنين هيشتغلوا مع بعض لازم بتدور على اقل فريكوانسي ينفع الاتنين مع بعض يشتغلوا عليه، اقل فريكوانسي ينفع الاتنين يشتغلوا عليه، لان الفريكوانسي لما يقل في واحد عن معدله الطبيعي يبقى انا كده بحمله، وبالتالي وقال لي ما تحملش واحد فيهم زيادة عن طاقته، ما تعمليش اوفرلود. تمام. طيب فبالتالي دلوقتي انا لو عايز احل النقطة دي ببساطة، هو بيقول لي عاوزك تجيب الماكسيمم باور، يبقى انا دلوقتي ابقى عارف ان الباور بتوقف على الفريكوانسي، كل ما الفريكوانسي بتاعي يقول لي كل ما الباور تزيد. فاجي باصص على الجينيتور الاولاني الاقيه من 50 ل 48، والجينيتور الثاني الاقيه من 50 ل 47. فاجي اقول والله لو اشتغلت عند ال 47 اقل فريكوانسي هنا كام؟ 47 و48، دول اقل حاجه. فلو جيت هنا اشتغلت، هبص تاني يا باشمهندسين، انا عايز اجيبها لكم بكذا طريقه. يعني اول ممكن نقول طريقه تاني، ايه هي الطريقه؟ او ممكن اقول لكم الطريقه دي اسهل شويه. انا عايز اجيب الماكسيمم باور، الماكسيمم باور لود. فانا هبص كده يا باشمهندسين، ماكسيمم باور لود يعني اكبر باور ممكن احصل عليها هي الباور اللي انا احصلها من عند الريتد لده والريتد لده. بس في مشكله، ايه هي المشكله؟ ان الاثنين لازم يكونوا موصلين مع بعضيهم. فاجي ابص ده هنا، ده عند ال 48 هحصل منه على الريتد، وده عند ال 47 احصل منه على الريتد. كلام جميل، مفيش مشكله. بس ايه المشكله؟ المشكله ان الجنريتور الاولاني ما يقدرش يشتغل عند ال 47. ليه؟ لان لو زاد لو قل عن ال 48 الباور تزيد، لو قل عن ال 48 يبقى انا كده باوره زادت عن الريتد، فكده حملته، وبيقول لي من غير تحميل. تمام. انا هبص تاني يا باشمهندسين، انا عايز اجيبها لكم بطرق سهله. الطريقة السهلة اللي انت هتعملها من غير ما تكون تتعب نفسك خالص، ببساطة خالص، هتيجي تقول ان انا عندي عايز اجيب الماكسيمم باور بتاع الحملين لما يكونوا متصلين مع بعض، بتتوقف على الفريكوانسي بتاع السيستم. اقل فريكوانسي للسيستم هنا يقدروا الاتنين يشتغلوا فيه مع بعضيهم هو اقل فريكوانسي لاصغر جنريتور موجود. يعني ايه؟ يعني ده بيشتغل على 48، هو اكبر ده بيشتغل على 48. تمام، وده بيشتغل على 47،
نقولها تاني يا باشمهندسين بطريقة سهلة تاني. ايه هي الطريقة السهلة اللي احنا نقولها؟ هنقول ان انا لو عايز اجيب الباور بتاع اللود او الماكسيمم باور بتاع اللود، هقول ان انا دلوقتي الماكسيمم باور بتاع اللود بتتقاس على بتوقف على الفريكوانسي بتاع السيستم، وبالتالي كل ما الفريكوانسي بتاع السيستم يقل كل ما الباور بتاع الجينيتور تقل. لكن هو حاكمني ان انا ما احملش واحد زياده عن الريتد بتاعتي، فنعمل ايه يا باشمهندسين؟ اقول والله الجينيتور الاولاني شغال عند ال 47 والجينيتور الثاني شغال لحد ال 48. فلو انا شغلت السيستم عند ال 47 يبقى انا حملت الجينيتور الاولاني لان انا زودت قللت الفريكوانسي فزودت الباور. طيب لو شغلته عند ال 48 هلاقي ان ده ينفع يشتغل عند ال 48 وده ينفع يشتغل عند ال 48، فالفريكوانسي بتاع السيستم بتاعي كام؟ 48. طب ما يجي واحد يقول لي شغله عند ال 47، هقول لك الجينريتور الاولاني ما يقدرش يشتغل عند ال 47. يبقى خلاصه الكلام عشان بس الحته اللي انا طولت فيها معاكم، ان انا دلوقتي عاوز اجيب الباور اقصى باور هيشتغل عليها الجينريتور يبقى اقل باور بتاع الفريكوانسي بتاع السيستم، لكن من غير ما احمل الجينريتور. فببص انا ببص على الفريكوانسي اللي ينفع الاثنين يشتغلوا فيه مع بعض. ال 47 ما ينفعش عليها الباور بتاع الجينريتور الاولاني، ال 48 ينفع الاثنين يشتغلوا مع بعض يبقى ده اقل فريكوانسي، وبالتالي اقول الباور بتاع الجينريتور بتساوي الباور بتاع الجينريتور الاولاني زائد الباور بتاع الجينريتور الثاني. فالاس بتاعتي الاس 1 ب 2، الفريكوانسي ان لود 1 ب 50 هرتز، فريكوانسي السيستم يبقى ب 48 زائد الاس 2 3 4 على 3 زائد الفريكوانسي ان لود ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم بكام؟ ب 48. يبقى 4 زائد 8 على 3 بتساوي 6.667 ميجا وات. يبقى خلاصه الكلام بس في النقطه دي عشان طولنا فيها زياده عن اللازم، هي حاجة واحدة بس، أنا عايز أجيب أكبر باور هيطلع لي 2 جينيتورز مع بعض، باجي باصص على الفريكوانسي بتاع الفول لود بتاع الجينيتور الأولاني والفريكوانسي بتاع الفول لود بتاع الجينيتور التاني، وأجي مختار أكبر واحدة فيهم. هتقول لي طب ليه ما اخترتش أصغر واحدة؟ لأن بالنسبة لأصغر واحدة الفريكوانسي الكبير مش هقدر أشتغل عليها. يعني ده ليه 47 وده ليه 48، اختار ال 48. طب ليه ما اخترتش الصغيره؟ اقول لك ان ده ما يقدرش يشتغل عند ال 47 اللي هو الباور بتاع الجينيتور الاولاني. يبقى خلاصه الكلام لما يجي يقول لي هات اقصى باور، هقول له اقصى باور الاثنين يشتغلوا فيها مع بعض من غير ما اعمل تحميل زياده، هقول له ان الباور بتاع الجينيريتور بتتوقف على الفريكوانسي بتاع السيستم، كل ما اقلل الفريكوانسي كل ما الباور تزيد، وبالتالي اكبر باور هقدر اخدها او وبالتالي اكتر فريكوانسي اقدر اخده هو الفريكوانسي بتاع الفول لود. لو زدت لو قلت عن الفريكوانسي بتاع الفول لود يبقى زودت الباور عن الريت، يبقى انا كده حملت الجنريتور شغلته بس محملته. طب اعمل ايه؟ فباجي بصص على الفريكوانسي الفول لود بتاع التو جنريتورز، هلاقي ان واحد فيهم كبير وواحد فيهم صغير او الاثنين بيساووا بعض وليكن. فبص على الفريكوانسي بتاع التو جنريتورز، الفريكوانسي النولود ببص على الفريكوانسي النولود بتاع التو جنريتورز واخد الفريكوانسي الكبير فيهم. ليه؟ لان الصغير الجنريتور التاني مش هيقدر يشتغل عليه. تمام، في عندنا مشكله. يبقى فكره المساله يا باشمهندسين ان هو كان عطاني من غير ما يكون عاطيني الحمل يغذيه باتنين جنريتور، بس للاسف الحمل مش عاطيني الاس بتاعته. سهل جدا، انت مش عاطيني الاس، برجع لمعلومات الجنريتور وجبت منه الاس. بعد كده طلب مطلوب تاني، قال لي انا عاوزك تجيب لي الفريكوانسي او عايزك تجيب لي الباور بتاع الحمل او الماكسيمم باور لود اللي انا هقدر اشغل عليها السيستم. اقول له والله الماكسيمم باور لود بتوقف على حاجه واحده بس، فريكوانسي بتاع السيستم، كل ما يقل فريكوانسي السيستم كل ما الباور بتاع الجنريتور بتاعتي تزيد، بس انا مش عايز احمل. يبقى اجي باصص على الفول لود هنا والفول لود هنا، واكبر حاجه في الفول لود اخدها بس. تمام، المسألة اللي بعدها رقم 12، المسألة رقم 12 بتقول تو ثري فيز التريتورز، يعني عندي ثري فيز جنريتورز بس موجود منه اتنين بيشتغلوا مع بعض اوبريشن، بيعملوا شير لحمل 8 ميجا وات عند باور فاكتور 8 من 10 لاجنج. ركز في النقطة دي. يبقى انا عندي اتنين جنريتورز،
الجنريتور الاولاني والجنريتور التاني، جي واحد وجي اتنين، بيغذوا لي حمل 8 ميجا، باور فاكتور بتاعه 8/10 لاجنج باور فاكتور. الجنريتور الاول الفريكونسي بتاع الماشين الاولانيه بيقل من 51 ل 49.5 لما احمله ب 2 ميجا وات. الفريكونسي بتاع الماشين التانية بيقل من 51 ل 49 و75 من 100 هرتز لما احمله ب 10 ميجا وات. اول حاجة عاوز يجيب الباور اللي كل ماشين بتديها. الحاجة التانية عاوز يجيب الباور فاكتور بتاع الماشين التانية، لو الفيرست لاج باور فاكتور، لو الفيرست باور فاكتور او الفيرست باور فاكتور بيكون 71/100 لاجنج باور فاكتور. ببساطة خالص يا باشمهندسين، المسألة دي هي أخت المسألة اللي فاتت، بس المسألة دي تختلف عن المسألة اللي فاتت. أول حاجة هو أول حاجة هنا المسألة دي نفس المسألة رقم 7 في إيه؟ إن هو عطيك 8، عطيك الحمل هناك كان 6 ميجا بيغذوا لي 2 جنريتور، ده 8 ميجا بيغذوا لي 2 جنريتور، خلاص دي ما فيهاش مشكلة. طيب المسألة اللي فاتت قال لك أنا كنت بنزل بالفريكوانسي من نو لود للفول لود، تمام؟ فلما قال لي بنزل من نو لود للفول لود خلاص عرفت ان الفريكوانسي اللي هو اللي شغال عنده هو بيديني الفول لود. لكن هنا قايل لك لا، انا بنزل من 51 اللي هو نو لود ل 49.5 اللي هو بيديني الفريكوانسي بتاع الحمل اللي هو ال 2 ميجا، ولما انزل من نو لود لحد ال 49 و75 من 100 بيديني الفريكوانسي بتاعي اللي هو بتاع اللود اللي هو ال 10 ميجا. يبقى المسألة اللي فاتت تفرق ايه عندي؟ المسألة اللي فاتت هو عاطيني الفريكوانسي انه لود هنا والفريكوانسي انه لود هنا، أمال إيه الاختلاف؟ هو عاطيني الفريكوانسي الفول لود، وبالتالي الفريكوانسي ده هو اللي بيجيب لي الباور الفول لود، لكن الفريكوانسي اللي في المسألة دي هو عاطيني فريكوانسي بتاع حمل، وعاطيني الحمل ده، فقايل لي إن أنا بنزل ل 49.5 لحد عشان أحمل 2 ميجا. فال 42 ال 49 معذرة ال 49.5 بتديني 2 ميجا، ال 49 و75% بتديني ال 10 ميجا. ده الخلاف والاختلاف، ده نازل لحد الفول لود عشان كده عاطيني الباور ريتد، او انت عارف الباور ريتد، لكن ده نازل لقيمه فريكوانسي معينه بتديني الباور معينه اللي هو الفريكوانسي موجوده عندها، تمام؟ فانا هبدا احل المساله دي ببساطه واقول ادي يا باشمهندسين، فالباور بتاعتي بتاع الحمل ب 8 ميجا وات، الباور فاكتور ب 8/10 لاجنج باور فاكتور. فبقول ان الجنريتور الاولاني الفريكونسي بتاعه 51 هرتز، تمام؟ من 51 هرتز ل 49.5 حملت باور او اعطاني باور 2 ميجا. طيب والباور او الجنريتور الثاني اللي هو بي من 51 هرتز ل 49.75 اعطاني باور بتاع حمل 10 ميجا، ايه اللي هو طالبه؟ عاوز يجيب الباور بتاع الجنريتور الاولاني والباور بتاع الجنريتور الثاني لما غزال الباور بتاع لما يغزيني حمل 8 ميجا. وبرضه ممكن يجي طالب منك مطلوب تاني الفريكوانسي بتاع السيستم، تمام؟ انت كده كده بتجيبه، بس ممكن يطلبه منك في الامتحان فتذكر له تقول له ده الفريكوانسي بتاع السيستم، تمام؟ فانا دلوقتي يا باشمهندسين هو دلوقتي عندي حمل 8 ميجا هيتغذى من 2 جنريتور، ادي الجنريتور الاولاني وادي الجنريتور الثاني، تمام؟ مفيش ادنى مشكله. طب ايه المشكله في كده؟ هو عاوز يجيب الباور بتاع الجنريتور الاولاني والباور بتاع الجنريتور الثاني. حل المساله بيبدا دايما من تحت كده، ان الباور بتاع الحمل بتساوي الباور بتاع الجنريتور رقم 1 زائد الباور بتاع الجنريتور رقم 2. الباور بتاع الجنريتور الاولاني او الجنريتور الاولاني هو عباره عن 3 تيرمن 4 تيرمن، الباور بتاعتي والفريكوانسي النلود والفريكوانسي اللي هو متحمل عندي والاس او الاسلوب بتاع الكيرف، تمام؟ والباور اللي انا هحصل عليها. فجأة ايه اللي هو هنا الجيتور بتاعي، ادي الفريكوانسي النلود وادي الفريكوانسي اللي انا حملته، تمام؟ وادي ادي الفريكوانسي النلود وادي الفريكوانسي عند التحميل اللي انا عاوزه او البار اللي طلع لي، وادي البار بتاع اللود. ده بالنسبه للجيتور الاولاني. ايه اللي ناقصني؟ ناقصني الاس. خلاص فجأة قايل ان البار بتاع الجيتور الاولاني بتساوي الاس بتاع الجيتور الاولاني فريكوانسي نلود ناقص الفريكوانسي الفول لود، يبقى البار ب2، الاس مش معروفه ودي اللي انا عاوزها، فريكوانسي النلود ب51 ناقص الفريكوانسي، انا مش هكتب هنا كلمه الفول لود، كلمه الفول لود دي مش صح، او نكتب الفريكوانسي بتاع اللود ناقص 49.5، يبقى الاس 1 بتساوي 2 على 1.5 ميجا وات لكل هرتز. طب بالنسبه للجنريتور الثاني الباور البي 2 بتساوي الاس 2 فريكوانسي نلود ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم مش فول لود.
بتساوي 10. الباور بتاع الجنتور التاني هي عبارة عن 10 بتساوي الاس 2 فريكوانسي نو لود ناقص 49 75. طلعت الاس كام؟ 2 8 ميجا وات لكل هرتز. طبعا تاخد بالك من ملحوظة ان هي هنا، رغم ان هنا الفريكوانسي يعتبر هنا الفريكوانسي ده 49.5، هو نفس النولود، نفس النولود الفريكوانسي هنا 49.5 والفريكوانسي هنا 49 3/4. المفترض الباور اللي طلع هنا، هنا الباور هنا طلع 2 وهنا طلع 10، مفترض ان الباور اللي طلع هنا تكون اكبر، لان الفريكوانسي النولود هنا يعتبر والفريكوانسي اللود هنا اقل، فالمفترض ان الاس بتاعتي تكون كبيرة، الباور بتاعتي اللي طالعة تكون كبيرة، لكن هنا في تناسب تاني احنا مش واخدين بالنا منه، اللي هو السلوب بتاع الكيرف. السلوب بتاع الكيرف في الحالة التانية كبير جدا، 8 ميجا وات لكل هرتز. السلوب هنا يقارب من الواحد وواحد من عشرة او الواحد والاتنين من عشرة، وبالتالي هنا السلوب كبير فيعمل لي باور كبيرة، السلوب هنا صغير فيعمل لي باور صغيرة. دي بس الخلاصة. هنلاحظ ان هنا الفريكوانسي، فعشان كده الباور بتاعتي بتاع الجيتر بتوقف على 3 بارامتر، بتوقف على السلوب طردي، بتوقف على الفريكوانسي النولود طردي، بتوقف على الفريكوانسي بتاع السيستم او الفريكوانسي بتاع التحميل عكسي. تمام، فده خلاصة الكلام، ان انا هنا الفريكوانسي قليل، هنا النولود هو نفس النولود، وهنا الفريكوانسي، وهنا الفريكوانسي، الفريكوانسي هنا صغير فالمفترض باور تكون كبيرة، لا لان هنا في عامل تالت اللي هو الاس، الاس هنا صغيره فخليت الباور صغيره، الاس هنا كبيره جدا فعطت لي باور كبيره. نرجع بقى لكلامنا، فانا دلوقتي عايز اجيب الباور بتاع الحمل بتساوي الباور بتاع الجينيتور الاولاني زائد الباور بتاع الجينيتور التاني، فالتمانية بتاعت الباور بتاع الحمل 8، والاس عباره 2 على 1.5، فريكوانسي النلود 51 ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم، انا هوصلهم مع بعضهم يبقى لازم يشتغلوا على فريكوانسي سيستم واحد زائد 8، زائد البار بتاع الجنريتور رقم 2 عبارة عن 8 افتح قوس 51 ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم. هبص الاقي ان الفريكوانسي بتاع السيستم عبارة عن 51 واحد، عبارة عن 50 واحد من 10، 50 واحد من 10 هرتز. اخده زي ما هو كده قيمته، واعوض في المسألة او اعوض في المعادلة بتاع البار بتاع الجنريتور، اقول ان البار بتاع الجنريتور الاولاني عبارة عن اس فريكوانسي نولود ناقص الفريكوانسي بتاع التحميل. كلمة الفول دي غلط، كلمة الفول دي غلط، تمام. وفريكوانسي بتاع اللودنج يبقى عبارة عن 2 على 1.5، 51 ناقص 50 واحد من 10، يبقى البار بتاع الجنيتور عبارة عن 1.14، يعني 1.14 ميجا وات. عاوز اجيب البار بتاع الجنيتور التاني، قدامي حل من الاتنين، اقول 8 ناقص 1.14، 8 ناقص 1.14 يديني 6.86، يديني 6.86 ميجا وات، 86. او اقول ان انا يا باشمهندسين البار بتاع الجيت التانية بتساوي الاس 2 الفريكوانسي النولود 2 ناقص الفريكوانسي بتاع اللودينج، يبقى عبارة عن 8 ناقص 51، 8 افتح قوس 51 ناقص 50 واحد من 10. في عندنا مشكلة؟ مفيهاش مشكلة. يبقى المسألة اللي فاتت او المسألة رقم 7 هي المسألة رقم 12، بس دي كان عاطيني الفريكوانسي الفول لود، فبالتالي هعوض بقيمة الباور الفول لود، لكن هنا مش عاطيني، عاطيني فريكوانسي معين وذاكر لي الباور اللي هو موجود عنده. طيب المطلوب التاني ببساطة خالص، انت زي ما انت شايف كده، انت عندك الحمل رقم 1 او الجنيتور رقم 1 والجنيتور رقم 2 بيغذوا لي ايه؟ الحمل. هو بيقول لي انا عايزك تجيب لي، انت لو بصيت يا باشمهندس بيقول لك انا عندي حمل اهو، ده لود، اللود ده بيغذيه جنريتور رقم 1 ومعاه جنريتور التاني رقم 2، هو ده كده بيقول لك انا عايزك تجيب لي الاولاني ده كده، الحمل بتاعي ده كده ليه قيمه باور اللي هي 8 وليه باور فاكتور 8 من 10. تمانية من عشرة لاج باور فاكتور، هو عاوز ايه يا باشمهندسين؟ ببساطة خالص كده لو رجعت للشيت، هو قال لك ان الماشين الاولانية هو عاوز يجيب السكند باور فاكتور لما تكون الماشين الاولانية شغالة
ب 1 و70 من 100. هو عاوز يجيب الباور فاكتور 2 هنا، مش عارفه. وهنا الباور فاكتور الاولاني ب 1.7 لاج باور فاكتور. طيب هو انت جايب الباور هنا بكام؟ انا جايبها ب 1.14. انا جايب الباور ب 1.14. طب وجايب هنا الباور بكام؟ انا جايب الباور هنا ب 6.86. يبقى هنا الباور بتاعتي موجودة، انا جايب الباور بتاعتي، اللي جايب الباور بتاعتي هنا ب 1.1، جايب الباور هنا بتاعتي ب 1.14، وجايبها هنا ب 6.86. هنا الحمل بتاعي الباور بتاعتي ب 8 ميجا وات، والباور فاكتور بتاعي ب 8 من 10 لاج باور فاكتور. هو ايه اللي عاوزه؟ انا معايا جنريتور والباور فاكتور بتاعي، والجنريتور التاني معايا باور بس مش معايا الباور فاكتور، والحمل معايا باور ومعايا الباور فاكتور بتاعه. هو ايه اللي عاوزه؟ عاوز يجيب الباور فاكتور بتاع المشين رقم 2. فكلام بسيط جدا سيركت. عارف الاس توتال بتاعتك او الاس بتاع الحمل، مش التو جنريتور بيغذوا الحملين، هي عبارة عن الاس رقم 1 بتاع الجنريتور الاولاني زائد الاس بتاع الجنريتور رقم 2. يبقى الاس بتاع الحمل الاولاني، يبقى انت ببساطة خالص كده هتقول ان الاس بتاع الحمل الاولاني، هتيجي قايل ان الاس بتاع الحمل او الاس بتاع الحمل بتاعتك بتساوي الاس بتاع الجنريتور الاولاني زائد الاس بتاع الجنريتور رقم كام؟ 2. خلاص خلصت المسألة. ليه بقى؟ لان ببساطة خالص لو رجعنا تاني للحل، يبقى المطلوب التاني اللي هو طالبه واعطيني حمل والباور فاكتور بتاعي، واعطيني باور فاكتور بتاع الجنريتور، وانا جبت الباورات اللي موجوده عندي، وعند الباور بتاع الاولاني والباور بتاع التاني، ناقص لي بس الباور فاكتور بتاعه. فخلاص مساله بمنتهى البساطه اقول ان الاس بتاع الحمل بتاعتي هي عباره عن الاس او الاس توتال او الاس بتاع اللود عباره عن الاس 1 زائد الاس 2. طيب تعال نخلينا في الاس 1. الاس 1 هي عباره عن الباور على الباور فاكتور 1. طيب الباور بتاعتي عباره عن 1.14 على الباور فاكتور بتاعي ب 1.71 لاج باور فاكتور، يطلع لي الاس بتاعتي بكام؟ 1.605 ميجا فولت امبير. يبقى انا كده جبت الاس بتاعتي، بس جبتها كمعيار ما جبتهاش لسه زاوي. تمام، ركز بالك ان خد ما بالك ركز معايا ان الاس بتاعتي اللي موجوده هنا في المعادله انا حطيتها كلها متجهات، فلازم تجيب الاس كومبلكس مقدار وزاويه، لان انا شغال في الاي سي، ما ينفعش اقول الاس توتال بيساوي اس 1 زائد الاس 2، لازم الاس تكون كومبلكس، والاس توتال تكون كومبلكس، والاس 1 تكون كومبلكس، والاس 2 تكون كومبلكس. فانا هنا جبت الاس 1. طيب عايز اجيب الاس بتاعتي بتاع الحمل. انا دلوقتي يا باشمهندسين قلت الاس توتال عباره عن اس 1 زائد الاس 2. الاس توتال معلوماتها كلها عندي، الحمل ليه مقدار ليه باور وليه باور فاكتور، والاس 1 ليه باور وليه باور فاكتور. لكن بالنسبه للاس 2 الباور فاكتور مش موجود، فمش عارف اجيب الاس 2، فهجيب الاس توتال واطرح منها الاس 1 تديني الاس 2. الاس بتاع الحمل هي عباره عن الباور بتاع الحمل على الباور فاكتور. باور الحمل بكام؟ ب 8 ميجا، الباور فاكتور ب 8 من 10، يبقى انا طلعتها ب 10 ميجا فولت امبير. طيب عايز اجيب الزوايا، لان اتفقنا ان انا اشتغل مقدار وزاويه. انا جبت المقدار، المقدار بتاع اس 1 عباره عن 1.6، والمقدار بتاع الاس بتاع الحمل 10 ميجا. طيب عايز اجيب الباور، عايز يا باشمهندسين اجيبها بقى كمقدار وزاويه، فاقول ان العشرة بتاعتي الاس بتاع الحمل على زاويه كوزين اس ماينس 1 الباور فاكتور، يبقى العشرة على كوزين اس ماينس 1 8 من 10 بتديني زاويه 36.86. الاس 1 نفس الكلام، القيمه بتاعتي 1.605 على زاويه كوزين اس ماينس 1 71، يبقى طلعت لي الزاويه بتاعتي 1.605 على زاويه 44.76. يبقى الاس 2 بتاعتي هي عباره عن الاس لود ناقص الاس 1، هطرحهم من بعضهم تطلع لي ب 8.41 على زاويه 35.35 ميجا فولت امبير. اقول ان الباور فاكتور بتاع الحمل رقم 2 هو كوزين الزاويه دي اللي هي 35.35، يطلع لي 8 ها
هيطلع لي 8 من 10، او اقول 18 او 815 لاج باور فاكتور. فيها مشكله يا باشمهندسين؟ مفيش ادنى مشكله. يبقى بالنسبه لي دلوقتي المساله دي سيركت بسيطه، هو عاطيني الحمل بتاعي، عاطيني ليه باور وباور فاكتور، وانا وعاطيني الحمل الاولاني باور فاكتور، وعايز الباور فاكتور التاني بمعلوميه الباور دي بتجيبها كمساله سيركت. تمام. وبكده يا باشمهندسين يبقى احنا اتكلمنا في اهم مسالتين. تمام. فانا دلوقتي خلصت الكلام تاني في المسالتين دول عشان خاطر لو احنا بنحس يعني ان في واقفين قدام حد، المساله الاولانيه والمساله التانية عاطيني حمل، في عندي 2 جنريتور موصلين على حمل. في المساله الاولانيه قايل لي ان الجهد الفريكوانسي بتاعي، او احنا ممكن نقول ان احنا عندنا الجنريتور بتاعي ليها 4 مرامتر، الباور بتاعته والاس بتاعه والفريكوانسي النلود والفريكوانسي بتاع السيستم. بالنسبه للمساله رقم 7 والمساله رقم 7 والمساله رقم 12 فكرتهم واحده، تتلخص في الاتي، ان هو الاولاني عاطيني حمل وعاطيني الجنريتور رقم 1 والجنريتور رقم 2. فبالنسبه لي انا عشان اجيب الباور بتاع الحمل بتاعي يبقى انا محتاج الاس بتاع الجنريتور الاولاني والنلود والفريكوانسي النلود بتاع الجنريتور الاولاني، ومحتاج الاس بتاع الجنريتور رقم 2 والفريكوانسي النو لود بتاع الجنريتور رقم 2. تمام. هيتبقى لي الفريكوانسي بتاع السيستم، لما احط المعادله كلها مع بعضيها هطلع لي بالفريكوانسي بتاع السيستم. طيب اللي حصل في المساله رقم 7 انه مش عاطيني اس 1 والاس 2 بس، عاطيني ايه؟ عاطيني لكل جنريتور عاطيني فريكوانسي نو لود وعاطيني الفول لود بتاعي وعاطيني، وبالتالي الفريكوانسي النلود موجود والفريكوانسي الفول لود موجود والباور الفول لود موجوده، فجبت الاس بتاع الجنريتور الاولاني والاس بتاع الجنريتور الثاني، اصبحت عندي المعادله الكبيره بتاع الباور لود بتساوي الفريكوانسي نو لود ناقص الفريكوانسي الفول لود في الاس زائد الفريكوانسي النو لود ناقص الفريكوانسي، اصبحت المعادله الكبيره بتاعتي بتاع الباور اللي هي بتساوي الفريكوانسي، اصبحت المعادله الكبيره بتاعتي اللي هي موجوده دي يا باشمهندسين، ان الباور بتاع الحمل بتساوي الاس فريكوانسي النلود ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم زائد الاس 2 الفريكوانسي النلود ناقص الفريكوانسي بتاع السيستم، كلها مش معروف فيها الا الفريكوانسي بتاع السيستم. دي المساله رقم 7. المساله رقم 12 الفرق في حاجه واحده بس، ان هو قايل لك الفريكوانسي بينزل من قيمه لقيمه، وعطيك القيمه دي قايل لك ان القيمه بتاعتك دي هي قيمه التحميل، لكن في 7 كان قايل لك الباور فاكتور. بعد كده جه في المساله رقم 7 قال لك انا عايزك تجيب اقصى باور هما الاثنين يتحملوها، اقصى باور ممكن اغذيها للحمل بس من غير ما يحصل اي تحميل. هقول ان الفريكوانسي بتاعي بتاع السيستم، هقول ان الفريكوانسي بتاعي بتاع السيستم، او اقول ان الباور بتاعتي بتاع السيستم بتتناسب تناسبا عكسيا مع فريكوانسي السيستم. كل ما الفريكوانسي بتاع السيستم يقل كل ما الباور تزيد، يبقى انا ادور على اقل فريكوانسي ينفع الاثنين يشتغلوا فيه مع بعضهم. لو بصيت للاقل فريكوانسي ينفع الاثنين يشتغلوا مع بعضهم اللي هو الريتد هنا والريتد هنا، فالريتد بتاع الاولاني 47 ما ينفعش التاني يشتغل عليه لان التاني اخره 48، لكن لو اخترت ال 48 ينفع الاولاني يشتغل عليه. انا لو بصيت هنا يا باشمهندسين اقول ان الفريكوانسي بتاعي او البار بتاعتي بتتناسب تناسبا عكسيا مع الفريكوانسي بتاع السيستم، فكل ما الفريكوانسي بتاع السيستم يقل كل ما البار بتاع الجنريتد تزيد. تمام. وبالتالي ادور على الفريكوانسي بتاع الاثنين، الفول لود هنا والفول لود هنا. فلو بصيت لل 47 الجنريتور الاولاني هيكون تمام، لكن بالنسبه للجنريتور الاولاني هيكون متحمل ما ينفعش يشتغل عنده. ال 48 الجنريتور الاولاني تمام والجنريتور الثاني ينفع يشتغل بيها. تمام. جيت بعد كده في المساله رقم 12 المطلوب الثاني مختلف عنه، جه طالب ايه يا باشمهندسين؟ جه طالب قال لك انا عندي عايزك تجيب لي الباور فاكتور بتاع الماشين رقم 2. خلاص انا عندي الحمل ليه باور فاكتور، الحمل ليه باور فاكتور، وعندي الجنريتور الاولاني ليه باور وانا واعطيني الباور فاكتور، والحمل والجنريتور الثاني انا جايب له الباور مش بقى الا الباور فاكتور، فقلت الاس توتال بتساوي اس 1 زائد الاس 2. الاس توتال اقدر اجيبها باور 1، الاس توتال هي عباره عن الباور بتاع الحمل على الباور فاكتور على كوزين اس ماينس 1 الباور فاكتور بتاع الحمل. الاس 1 هي عباره عن البي 1 على الباور فاكتور 1 كوزين اس ماينس 1 على زاويه كوزين اس ماينس 1 الباور فاكتور 1. قدرت اجيب الاس بتاعتي اخد الزاويه بتاعتها واجيب لها الكوزين تبقى دي الباور فاكتور. فخلاصه الكلام ممكن يجيب لك مساله في الجنريتور تجمع بين الكلام ده كله، ده يجيب لك جنريتور. تمام. يقول لك اول حاجه انا شاركت بحمل، بعد كده هات الباور ماكسيمم، بعد كده هات الباور فاكتور. يعني ممكن يجمع لك المطلوب رقم 1 في 7 و12، وممكن يجمع لك المطلوب رقم 2 في 7 يبقى المطلوب رقم 2، ممكن يجمع لك المطلوب رقم 2 في 12 يبقى المطلوب رقم 3.
يبقى يجي في المسألة كلها كده ويجي طالب منك كالآتي، يعني يجي كده في المسألة هيطلب منك المطلوبين دول يا باشمهندسين. أول حاجة يطلب منك المطلوب بتاع الماشين بتاعتي تغزلي الـ6 ميجا، تمام. بعد كده يقول لك الماكسيمم اللي يخلي الماكسيمم باور ينفع اغذي بيها بحيث ما يحصلش تحميل على اي جنيتور، تمام. بعد كده يجي يقول لك طب ده كده باور فاكتور بتاعه كذا، الباور فاكتور بتاع التاني بكام، وبالتالي تبقى تلات يعتبروا المسألتين اتدمجوا في مسألة واحدة، تمام يا باشمهندسين. طبعا ده يعتبر كده خلصنا مسائل الشيت. انا عايز الناس تتشاهل شوية كده، ان في ناس ما بتذاكرش خالص، تشاهل في الشيت ده شوية، ولو اي حد عنده اي استفسار يتصل بيا، سواء اتصل بيا واتس كلمني واتس او كلمني ماسنجر او حتى اتصل بيا تليفونيا، اي حد عنده اي مشكلة في اي مسألة يسأل واحنا نشرحها له بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.